يا باشا قصدي انك انت جميله جميله بس محتاجه لمسه فنان. ممكن تسيبي لي نفسك يا باشا؟ انا واخده على نفسي عهد وعمري ما اقول لحضرتك لا. ممكن اغير لك تسريحه شعرك؟ عايزه يبقى شكله ايه يا باشا؟ شوفي نفسك في المراية. ذوق بشوات. يلا روح عشان اتأخرت. الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك يا مولانا. شغلتنا عليك. أنت خارج بقالك مدة. من ساعة ما خرجت دخلت الأوضة. ما خرجتش منها إلا عشان أقابلك. الحمد لله إن الرسالة وصلتك. عرفوا منك إيه يا طه يا ابني؟ لو كانوا عرفوا حاجة ما كنتش خرجت. كنت أنتوا كمان حصلتوني. بارك الله فيك يا ابني. أيوه بس حضرتك ما تعرفش ايه اللي حصل. من غير ما تحكي انا متخيل كل حاجه. انا اللي حصل معايا فوق كل خيال. الكفار يا ابني يعملوا اي حاجه. برضو الكفار ما يعملوش اللي اتعمل فيا. اهدى بس اهدى. مساء الخير يا فندم. تشرب ايه؟ شاي. هات شاي. اتنين شاي تحت امر حضرتك. انا عايزك تمسك نفسك كده وترجع كليتك وتهتم بدراستك. كليتي ودراستي الكلام ده كله خلاص انتهى. أنا زي ما كنت أمين ومخلص معاك وعايزكوا تعملوني بالمثل، وزي ما كان ليكوا طلبات نفذتها أنا ليا طلبات عايزكوا تساعدوني في تنفيذها. لو كان في استطاعتنا يا ابني. عايز انتقم للدرجة دي؟ عذبوك؟ هاتكوا عرض يا مولانا. اسكت وطي صوتك. ايه ده مال؟ اوعى تقول الكلام ده لحد غيري. امسك نفسك. الناس بص علينا. ايه اللي انت لابسه ده يا ابو وائل؟ هديه من سعاده البيه. ربنا يعمر بيته. وانت من امتى بتلبس لباس شفتش ومخطط؟ خدته منه عشان ما يصحش اكسفه. ده مهما كان راجل خيره علينا وبيحبنا. سكت ليه؟ ما تردي. بكلم نفسي ثانيه ولا ايه؟ قلبي مش مرتاح للراجل ده. الراجل ده اللي معيشنا في نعيم. يغور النعيم اللي من وشه. وبعدين يا عبده دي مش ريحتك. ابا انت هتشميني هديه؟ بقى كده. طب شميني على حالك. اكتب يا بنت. دي غير مرصودة وغير معروفة. شياطين جهنم ما يعرفوش عنها أي حاجة. تأخرت علينا كتير قوي يا شيخ شاكر. أكون عندكم لما يبقى في ضرورة ملحة. ابننا طه الشاذلي اللي كلمتك عنه إن شاء الله هيرتاح معانا. الشيخ بلال أمير المعسكر المسؤول عن الإعداد والتنفيذ. إن شاء الله هتبقى أمانة في رقبته لحد ما يجهزك لتحقيق مرادك. Yeah.
مع الوزير. ازيك يا حاج فوزي ابن البكري؟ طبعا طبعا. ازيك يا فوزي؟ اتفضل. ازيك يا فوزي؟ اهلا بيك. ها؟ ممكن نلعب مع الترابيزه؟ طبعا طبعا. تعال بينا يا عزام. ايه خير يا باشا؟ يقول لك الترابيزه دي مش متامنه كويس، هيشوفوا لنا الترابيزه. امن بقى. على فكره الاستجواب بتاعك في المجلس امبارح كان كويس قوي، كان حلو. انا قلت للجماعه بتوع التلفزيون يزعقوا لك، يبقى اتفرج على نفسك. يا باشا ادي ادي لعمك. ادي له كفته دي ما بتحماش. اتفضل يا عم. على فكره نسيت اقول لك مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. بس على ايه؟ على توكيل العربيات. ربنا يسمع منك. ده لسه كلام. الجماعه بتوع اليابان بيكملوا بياناتهم وتحرياتهم. شايف ابوك يا فوزي؟ ثلاثة بالله العظيم ما في ورقة اتمضت يا باشا. مريانة. ايه يا حاج عزام؟ أنا اسمي كمال الفولي، مفيش حاجة في البلد تخفى عليا. دي حاجة معروفة معاليك. وربنا يديم المعروف. اتفضل. ربنا يتمها على خير. العقد ده هيدخل لك 200 مليون جنيه في السنة على الأقل. ودي لقمة كبيرة عليك أوي يا حاج. ممكن تتحشر في زورك، تزور. طب أفهم معنى الكلام؟ إحنا عايزين الربع. ربع ايه؟ ربع الارباح. طب بس مش هفهم الاول انتوا مين؟ ايه يا حاج؟ ده انا بقول عليك ابن بلد وداير. قصدك ايه؟ انا مش لوحدي يا حاج عزام. انا معايا ناس كتير قوي. بس زي ما بتقول كده ما يحبوش يظهروا في الصوره. اعتبرني مندوب. ايه اللي عاجبك يا باشا في الكلام الفاضي بتاع الراجل ده؟ استني استني لما نشوف الزمن وهو بيخيب. ام احمد بنات مشخلعه عريانين مش عارف جايبينهم منين. ف ودلوقتي دلوقتي التلفزيون في كل بيت، وفي كل بيت في بناتنا واولادنا وستاتنا، فلا بد. انت اصلك بنت امبارح